بس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصوبوا الملاوي، كيجيو زوينين بزاف. عندنا الفرص، عندنا تقريبا واحد زلافه ديال الفرص، عندنا تقريبا زلافه ديال الفرينه، ما غاديش نديرو الفينو، وعندنا الملحه وسنيده وشويه ديال الخميره، وعندنا الماء البنات، ما دافي ولا بارد كيف ما بغيتو، ماشي مشكل. هاد الملاوي البنات كيطيبوا في الفران ديال العواد، غادي يجيو زوينين بزاف، وتبعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله وغتشوفوا كيفاش كيجيو. معجناها وخليناها ترتاح شي شويه، كنبقاو كتلولبوها بحال هكا، بحال الطريقه اللي كتخدم فيها. وغادي نحتاجو شويه ديال الزيت، شويه ديال الفرينه، وزبده بلديه. انا ما عندكمش البنات زبده بلديه، ديروا زبده عاديه. هنا حنا درنا فرينه حيت ما بغيناش نديرو الفينو، فرينه زوينه حتى هي وصحيه. كتخلطوهم كلهم مع الزيت، والزيت غير شويه، وغادي تبدا تلوي فيهم، كترققهم مزيان، كيجيو رقاق، كيجيو زوينين بزاف. هنا البنات راه الفرينه زوينه صحيه بزاف. ودابا البنات غادي تكمل، ومن بعد غادي نعاود نرجع لكم. خلينا الملويات كيرتاحوا شويه، هنايا ما كنقرصناهم تجي على الشكل هذا، وغادي ندخلوهم يطيبوا في الفران ديال العواد. ها انتم كتشوفوا اللي ما عندوش، الناس ما عندوش هاد سميتو الفران، ما مشاش عند شي حد بحال هكا باش يصوب، حيت ما يمكنش لنا غادي نديرو في ديورنا فران بحال هذا، ولا يمكن لو طيبهم في فران عادي، فران ديال الغاز عادي. هاي البنات قربات تحمر، كتجي زوينه بزاف، كتجي بنينه، لان انا كنشكر فيه حيت انا اللي ضيقاه. كتبقى كتحرك هذيك اللاطه البنات، الا ما هذا كيمكن لكم ديروه في الفران عادي، وكدهنوا ديروه في لاطه عادي، وكدهنوه بالزبيده، بالزبده ولا الزيت ولا اللي هذا اللي كيعجبكم نتوما، صافي كتدخلوه للفران، فران عادي ديال الغاز، راه كيجي بحال بحال، غير هذا كتجي فيه الريحه ديال الدخان، كتجي زوينه. هاد البنات هي غادي تكملها، تبارك الله عليك البنات. انا غادي نخليها تطيب ونعاود نوريها لكم ان شاء الله في الاخر. البنات احنا كملنا الطياب ديال الاولى، ودرنا الثانيه، ها انتم شوفوا كيفاش كتجي، كتجي زوينه بزاف، وتيجيو مقرملين، وما فيهمش البنات الزيت، راه كيجيو ناشفين وزوينين بزاف. كنتمنى يعجبكم، وانا غادي نوريكم دابا الشكل النهائي. الشكل النهائي ديالو البنات من بعد ما خرجناه من الفران كيجي زوين بزاف، وكتجي فيه ريحه ديال الدخان، ومع كويس ديال اتاي حتى هو، والزبده البلديه البنات كتجي تاهي زوينه بزاف. كنتمنى يعجبكم البنات هذا الفيديو، وتشتركوا في القناه وديروا لايك، وبسلام عليكم البنات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.